الاختبارات التي تعرض لها فيريرا مع الزمالك عبرها البروفيسير بامتياز. في موسم هو الأصعب في تاريخ القلعة البيضاء، أعبر الزمالك أصعب العقبات وتخطى حدود الإعجاز ليتوج بالبطولات. ولأنه رجل يعشق التحديات، يطالب اللاعبين دوماً بنسيان ما فات. ما تحقق في الموسم الماضي ومع الفوز بالبطولات، بدأ الزمالك مع فيريرا مرحلة جديدة كانت نقطة الانطلاق فيها مواجهتي إليك تليتشادي. عبرها الفارس الأبيض بسلام محققاً العديد من المكاسب ويستعد لباقي المواجهات. في شهر أكتوبر سيكون الزمالك على موعد مع ثلاث مباريات، مواجهة فلامبو البروندي في دوري الأبطال ولقاء الأهلي في السوبر المصري أولى البطولات. المدير الفني الذي أدار الموسم الماضي بذكاء تنتظر الجماهير معه مسيرة الزمالك في الموسم الجديد، موسم مليء بالتحديات، لكن جماهير الزمالك لديها يقين بقدرة الفريق على تخطي العقبات. في الموسم الجديد سيخوض الزمالك عدة منافسات، بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري ومعها بطولة كأس مصر وكأس الرابطة وكأس السوبر المصري، وهناك بطولة كأس مصر للموسم الماضي. في الموسم الجديد ينافس الزمالك على ست بطولات، تحدي جديد يخوضه الفارس الأبيض تحت قيادة فيريرا الذي يبحث عن استكمال مسيرة النجاح التي بدأها الزمالك تحت قيادة البرتغالي.